كيف كنقول ديما الاشياء البسيطه هي الالات. واليوم غادي نشوفوا فكره جديده بزاف، طاجين ديال السردين مرفوق بالفلفله الصغيره معمره بكفته السردين. غادي نبداو اول حاجه غادي نصيبوا الشرموله ديال السردين، كنديروا ثومه، كنزيدوا لها شويه ديال الربع، صبر مع المعدنوس مقطعين، وشويه ديال الزعتر طريه، غادي نزيدوا شويه ديال الكمون مع الملحه، كمون قيمه تقريبا معلقه صغيره ملحوسه بالملحه، شويه ديال الخرقوم، وغادي نديروا واحد شويه ديال الهريسه بحسب الذوق، الهريسه اللي غادي نشوفوا بعد لحظات الطريقه ديال التحضير ديالها. غادي نزيدوا معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، وغادي نطلقوا هادشي كامل هويا بشويه ديال الماء. كناخذوا هاد الشرموله هادي اللي كنكون وجدنا، كنجيب السردين وكندهنوا له هكذا الداخل ديالو، كناخذوا كل سردينه وتنقبطوها بحال هكا، كنعاودوا نجمعوها. بالنسبه لطريقه التحضير ديال الشرائح ديال سمك السردين كنسبق لينا وشفناها في الحلقه الخاصه ديال كواريت السردين براس الحانوت. هنا كملنا التحضير ديال السردين، عمرنا على شكل فيلي، وهنا عندنا الكفته ديال السردين اللي سبق لينا وشفنا في الحلقه الخاصه بالسردين براس الحانوت، الكواري ديال السردين براس الحانوت. كيمكن لكم تعاودوا تشوفوا الحلقه على الموقع. غادي ناخذوها وغادي نعمروا بها الفلفله صغيره اللي خدينا من قبل وقشرنا بعد ما قلينا في شويه ديال الزيت، كيف ما كيمكن لكم تماما تشويوها. هنا خدينا الكفته ديال السردين وعمرنا بها فليفلات صغيورين حلوين. قدينا الفلفله بالكفته ديال السردين، عندنا هنا السردين المشرمل. دابا غادي نقادو الطاجين فاش غادي يطيب هاد الاشياء كلها. انا كناخذ عويدات ديال القزبر دائما اولا ديال المعدنوس بحسب اللي عندكم في الدار، وكنجيب داك العويدات وتنفرشهم في قلب الطاجين باش ما يلصقلناش. غادي ناخذ البصله، كناخذ انا البصله مقطعه شرائح رقيقه. دابا فوق من هاد البصله غادي نستف بطاطا، حتى بطاطا كنقطعوها شرائح رقيقه، كنشدو السردين وكنقدوه بحال هكا، حيت من بعد غادي نجيبو داك المزيودات ديال الفلفله وغنخلفوهم معاه. غادي نزيدو دابا طريفات ديال الخيزو، غادي نزيدو الزيتون، وهنا الا بغينا نديرو واحد الاضافه كنديرو شويه ديال لي كروفيت الا بغيتو، الا ما بغيتوش كيمكن لكم ما ديروهمش. وهنا في الوسط غادي ننزل واحد طريف ديال الحامض، غنزلو هنا، غادي ندير شويه زيت الزيتون، وما غاديش نضيفو لا ما لا حتى شي حاجه، كنخليوه يطيب بحال هكا غير، وكان كنديروه فوق من العافيه ديال المجمر اولا فوق من شي مقله الا كانت عندنا ثقيله كنسخنوها، عاد كنزلو فوق منها الطاجين، وكتاكدوا بان داك الطاجين كيحمل علامه مضمون اللي كتسمح لينا اننا نستعملوه فوق من واحد المقله اللي كتكون نزله فوق العافيه. هنا غادي نشوفوا الوصفه ديال الهريسه اللي وعدتكم بها. كناخذوا الفلفله حاره حمراء وكنقطعوها بحال هكذا، ما كننساو شيء، نلبسوا الليكات باش ما تبقاش يدينا فيهم الحروره لانها ما كتحيد شيء. كنحيدوا الزريعه باش ما تكونش عندنا داك الهريسه بيضاء، بطبيعه الحال الا بغيتوا ديروا هريسه ناقصه شويه من الحروره تيمكن لكم تضيفوا عليها فلفله حمراء حلوه. غادي نزيد دابا طريف ديال الليمون مصير فوق من هاد الفلفله، هاد الوريقه الرند غادي نستعملوها للطياب، ولكن الزعتره كنعملوها معاها بحال هكذا باش يلاه كتطحن معاها هي وداك الليمون. كندوزو الفلفله حاره في الماكينه ديال الضو، كناخذو الفلفله اللي طحنات تنفرغوها في طنجره اولا في طنجره الضغط، غادي نزيد ليها وريقه وحده ديال الطرند
وطريف صغير ديال الازير. بالنسبه للملحه ما كنملحوش، على حسب حنا راه حنا دايرين الليمون مصير مالح. كنغطيها بالماء شويه، كنزيد معها شويه ديال زيت الزيتون، وكنولي نزيد زيت الزيتون بعد ما كطيب. يعني كندير نصف الكميه تقريبا، واحد جوج المعالق كبار دابا وجوج معالق كبار بعد ما كطيب، عاد كنضيفهم لها. دابا غادي نشعل عليها العافيه، وبعد ما كتغلى كنخليها كطيب على عافيه مهيله حتى تقريبا كتنشف من الماء. كنخليو الطاجين ديال السردين كيطيب ما بين 10 حتى 15 دقيقه، لهذا خاص الشرائح ديال البطاطا يكونوا رقاق بزاف باش كيوجد في الوقت.